هناك تراجع بالمؤشرات، تراجع بمؤشر النمو، بمؤشر المديونية، بمؤشر البطالة، بمؤشر الفقر، كل مؤشرات تراجع. واعترفت الحكومة عبر ناطقها الإعلامي جمانة، اعترفت أن هناك تراجع. وزير المالية أيضا تحدث عن تراجع، بمعنى أن الحكومة لم تعالج مشكلة الناتج المحلي الإجمالي. هذه من جهة. من جهة ثانية، لا الحكومة الحالية ولا اللي قبلها ولا اللي قبلها تعاملت مع موضوع الفساد بجدية. لأن الفساد برأيك لماذا؟ لماذا؟ لأنه هل يعني هذا بالضبط هذا مرتبط بالذي تحدثت به، هذا التحالف الشرير الذي يدير الأردن، عصابة يعني بدي أقول تحالف بين السياسيين التقليديين التاريخيين ورأس المال تداخلوا. يعني لاحظي العلاقة بين القطاع الخاص والعام، تعرف شو أنتجت؟ أنتجت أنه الأستاذ علي وزيرا للمالية، تستقيل الحكومة، بيجي رئيس مجلس إدارة ببنك أعطوه 50,000، خرب نظام الرواتب بالبنوك وجعل الطبقة الصغيرة هاي تأخذ مثلاً 10 بنك، بأخذوا قد كل موظفين البنك. هاي التشاركية إذا بتلاحظيها هيك وترجع للخلف بتشوفي قديش فاتوا على الاقتصاد الجزئي، اقتصاد القطاع الخاص، ضباط مخابرات، ضباط جيش، ضباط كذا. هؤلاء فاتوا وعبثوا. هاي واحد. اثنين، مين قال انه ما فيش فساد بالبنوك؟ شفتوا بنك انفتح بفساد معين؟ شفتوا بنك فتح للحديث عن فساد؟ لا طبعا. لاحظوا انه هناك شركات التأمين، انفتح ملف لشركات التأمين اللي هي الخدمات 70% من الناتج المحلي الإجمالي، فيها عنصرين رئيسيين البنوك وشركات التأمين. ليس هناك جدية في مكافحة الفساد. طيب أستاذ، إذا أنت تقول ليس هناك جدية في مكافحة الفساد، الفساد بجر بعضه، أحيانا بعض الإجراءات التي يتم اتخاذها ولا يتم تطبيقها وتنفيذها هي نوع من أنواع الفساد. رح أسألك سؤال هو موجود معنا على السوشيال ميديا، أنه سؤال وهو أن مجلس الأمة والحكومة سوف يغادر أماكنهم بأقصى حد في الشهر الخامس، كنا بنعرف هذا الشيء. أي يعقل أن يتم وضع خطة اقتصادية من منظور حكومة واحدة وهي مغادرة؟ ألم يكن السبيل إلى حوار وطني هو هذه الخطة؟ طيب إذا فشلت هذه الخطة فإن الحكومة القادمة ومجلس الأمة سيتحججون بأن هذه الخطة هي نهج سابق ملزمون باتباعه وهي أخطاء حكومات ومجالس سابقة، ويتم هنا زيادة الفجوة والثقة بين المواطن والحكومة ومجلس النواب. نرجع من أول لبجديد، برأيك ماذا يتم الاستشارة أو نعم تفضل. بدي أطمنك وأطمن الناس، 30 ثانية يا ريت. ما فيش مجال لنجاح أي خطة إذا لم يحدث إصلاح سياسي. الخطة بحاجة أن يحملها ناس مؤمنين بها. هؤلاء ما داموا مؤمنين بالخصخصة وبدور القطاع الخاص دون تدخل حكومة، سيبقى الحال كما هو، مش يبقى كما هو، سيزداد السوء.